يدحوم اها ولاد بلاد اها ديفينيسيون اسمغري ما تلقاهاش في ديكسيونير اسال لي مرسونير لي زونسيان في الدومين تونيزيان كومين فينا الحارق والمورق عرس ومبرمج يطلق فينا الناس اللي قرات فينا اللي وراق قطاط فينا اللي ساق قطاط الحرام مرقات فينا اللي قلوب عقسات عقول هنسات تحية البلاد فينا اللي حكايته بجات وقت اللي قرايت وفات والخدمة لتو ما جات يقولك بلادك هي وين قلبك يعيش انا قلبي في تونس هم اسمقري في بلاد الناس نعيش اسمقري في بلاد الناس نعيش اللي تعدى علينا يكتب كتب مكتب في الغربة الدنيا ضيق بيك وتحك الركب في ركب قصص دراما قصص حب زمقري عطيك بظهر وفي الظلام يمشي والمطر تصب سليم زوم الكاميرا وريهم عيشة المتغرب في تونس فاكونس فيس بليز شوفوا لهنا كيفاش متعذب هذاك الكل في كفة وفي كفة كتز التليفون يقولوا لك روح بوك توفى يو حتى ريحته غبرت انا عملت دورة راه في المعمل جيت وما لقيت حتى حد كيت دوكم زوج صحابهم طايحين ميتين في المومنت هو مش موجود في البيت اي شو حالها تو حالة سليم شوف شو قال لك حاجه كيما جيروا المره اللي فاتت كيما عاودوا يرجعوا يعني انا حطيتوني في الاعراض انا تو فكي ضعف ما تقولش ضعف كيما جاوني انا مرة شو ضعف شو معناها؟ ما انا معيش عنده شكون قد وحده تو راسه راس روحه ولا طول عليه عادوا كان الزايد هذوكم انا حاسس معلوماتي ما عادوش كان الزايد هذوكم جماعة كيما توني هذوكم خليها تعاوني كيما ينجوا عندهم زلت ولا ينجوا عندهم ياك شو ما عرفش معناها ما عرفش خليني في الوجه يعني انا عليه خليك في الوجه انا معاك انا ما زلتوني انت عندك جمعه كهو وما تقش وما تقش بعد انا جمعه قلب جمعه فيها ترى دي وفارينا هذا كتاف فهمت ولا لا عليه شو ولا عليه هذا كل ما تقول عليه شو معناه انت ترد فيا انا دور خلاص هذا كل ما تبغى تفهم في محمد كمل وليد ايش ترد فيا السيد من دار وياك شوف معركه على السبيت شم ضربنا السيد قال بعد جمعة ما عادش نحب نشوف منظر هكا قالي بالحرب الوحيد اش تعرف ميت بالخوف ما عادش نرقد السيد لعبت نجم ياكل لعبت نجم ونرقد لعبت نجم ما عادش نرقد ايش نبدل ادريس غيكي مش عم ديما نجم واحد ياخد ما عادش حتى شهرين من اللي كنت تقول يا ادريس بسلطة سليم كيما جاو ورا اللي فات كلمة تاعها نجم يقتلوني انا لهنا لقيتوني ما لقيتوش انتم ما هوش موجود شبه سليم عمل دور ما لقيتوش انا فرق ليه كل ملحه ما نيش عارف فيه حتى وين كيف يدير لي لو كان فيفا ايه انا سايق قصيد كبير ومدور معنا انا وسوني فهمت بس قطع اللي قال شو ايوه قال فيها حاكم ايه وين في الحكي هذا كل شيء لازم تنقل من دارك اي بس هلا لازم ننقل جاي في 24 ساعة وتحبني ننقل ثاني عندك الوقت ستولي الحساب هذايا وقت اللي وقت اللي كنت تخدم في الخدمة هذايا انا نحن معاك تو عندك الوقت شو رايك معاك عندي 24 ساعة سليم ها باش ننقل من هالدار تقول لي 16 باش تحب نعمل نقعد برنامج نبطلوا ما نسافروش شنو تشدوا معنا وانا تهمم وانا موت الحكاية هاني قتلك بيت حب نشوفوا لك شكون تسكن معاه امشي يسكن عند حد لطمك تريك الامور لازم نقول شيء الله الله اهلا منو اهلا مرحبا الحمد لله سليم لهنا اي موجود
Merci beaucoup. Hein. Passez une bonne journée. Merci. Allez, Manet. Ça va? Ça va. Amen. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu je veux juste savoir en détail ce qui est ça. Je veux juste savoir en détail ce qui est ça. Sonia a l'air et خرجت et ça va, l'humour de la baisse. La baisse, c'est ça. Je veux juste savoir. 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 Donc, qui m'a dit que tu vas pas prendre les mesures nécessaires, ça marche Nihama. Je dis que moi je vais prendre les initiatives, je vais prendre la à Sonia. Tu as fait bien que ça m'a dit. Je pas, ça m'a pas pris, je suis pas partie sur un coup de tête. Oui, tu as fait bien que ça m'a dit. Tu as fait bien que ça m'a dit. Tu as fait bien que ça m'a dit. Vous prenez les mesures nécessaires. Quand je me suis dit, excuse-moi, chacun doit assumer les conséquences de ces gestes. شكونك انت باش تقول لي الكلام هذا؟ شكوني؟ لا دخلت في الحكايه، اسكو تو تحب نقول لك حاجه؟ نجم انا نبدا كومبليس بحكايتكم هذه الكل مادام انا جو سوي او كورون دو تو وهما شكون؟ سي سا اوغي با ايتي موا سا اوغي ايتي كيلكان دوتر. اوكي؟ راسخ بحكايتكم هكاك ما بيناتكم جوست 3-4 بيرسون في بالها في بالهم بها. ولا بقى شي صخاب المافيوزي هذاك باش يسكتوا عيلته وحبابه والناس الكل. بعد ما كعبتيني تقول لي ما انا هز البلد. اي بعد ما كعبتها جيت باش نقول لك باش انت تلقى حل لروحك. يعني انا في باليش انا نطلب ليل ونهار هنا حد ميز علي التليفون يا اخي حتى ميساج ما خسرتوش عليا. باش هاي سونيا لاباس وسليم لاباس والناس الكل لاباس وهذه الحكايه الكل فيني. اون انتيغي الدوسيي. بيرسون ماني او كورون. اون حد. Merci à ton tour. شنو هو تو مش بسيد هنا ما عنديش حل لاخر ايوه بابا بشهر بشهر نقعد حياتي كامله هارب انا سامحني قبل ما انت تعمل حاجه ولا تو تامبليك دون كيلكو شوز لازمك تعمل حسابك لكل شيء بنتي شكونك باش تقول لي شيء ارحب لو ندير شكونك ما عادش تقول لي هذه شكون ما حكايه صغيره ما النهار تعمل لي حكايه صغيره حكايه صغيره ولا يسمع انا قاعد علي فيلم ديجا قلت لك اوكوخون ايكوت انا عملت اللي عليا هز دبشك وامشي مش مزال ولا انا ما دبشك انا عملت كريزر بس على الاقل انا قلت لكم ما وصلت الحمد لله لاباس عليك سونيا جبلها باور نوتخ فوار نطمن على حوالها وكهو راضي معاكم مشيت البوليسيه وقطعوا عن كل شيء. بليك على مرتي مش مدخله في حياتها. وعلاش تما ما بينك انت وماني؟ ما فما حتى شيء هي هكاك خافت على سونيا ولا شنو مشيت قلت لها وسي وقلت لها معناها قلت لها على كل شيء. علاش شنو قتلهم بالضبط؟ على شنو؟ على الدروب ولا على سليم؟ قتلهم على سليم، على الدروب، على خطفها سونيا، محمد ما عندوش وراق، طلعت لها صبت لهم دوسيات الكل عطتهم. قعدت هنا فما يوصل شيء، بليك ما شربت شيء ما لقيت حتى شيء. مررت. انا ديجا نحضر في لبشي انا خاطر سليم عمل لي امبوسيبل عمل لي ايش معناها هكا وش معناها معناها البوليسيه يعرفوا يعرفوا كل شيء معناها النجم من دقيقه الى اخرى يجي الله اعلم هذا كان ليش انتو قدم في لبشي تاك مش روعه معناها مش مقدره قلت لك يا لولا كان هاي كان هاي جن عرس
مش مسيرش هذا كل مسيرش. قلت لك انا باهي قلت لك مي... علاش عم تهكر منال علاش؟ والله ما نعرف. طيحت لي السكر. برك الله كبر كبر ريت. وين المسيو خليته في الدار؟ هاكا في الدار خليناه خرجنا بالسرقه. لازم لازم اختي هاكا هاو. شوف الكوميك شوف شوف الكوميك شوف مش بديك الريجيم انا الريجيم تاع شنو سوبر شو بل ما تروح تحضر في السيف تحضر في السيف هكا قادمين على فرح ان شاء الله. بديت عم نشوف يلا خير ان شاء الله خير. شنو هي الدقه بيه هدوا الباب هذا Monsieur Jarabi. Oui, ça va. Oui, ici Migration Canada. On aimerait parler avec Monsieur Mohamed Maloul, s'il vous plaît. C'est quoi le problème exactement? Vous êtes qui, monsieur? Moi, c'est Céline. Ok. On aimerait rencontrer Monsieur Maloul, s'il vous plaît. Mohamed Maloul. C'est moi, monsieur. C'est vous, ça? Parfait. Agent des chaînes d'Immigration Canada. Agent Derek ici. On a quelques questions pour vous. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je suis en train de parler. Est-ce que vous avez vos papiers avec vous? Non, madame, on ne s'adresse pas à vous, là. J'ai pas un papier, monsieur. Donc, veuillez nous suivre tout de suite dans ce cas-là, si vous avez besoin. Mais c'est gros, exactement. On n'a pas à justifier pour rien, on va tout simplement parler non, ça, monsieur Maloul. Non, vous allez me justifier ça, d'accord. Moi, j'aurais juste un conseil à vous donner pour l'instant, tout simplement. Est-ce que vous avez un mandat? On a un mandat. Immigration Canada. Faites juste appeler votre avocat pour l'instant. Veuillez nous suivre, monsieur Maloul. وش فيك يا اختي دكسيلا؟ انت تو شنو مشكلتك مع طبيله الاخر توني ولا اش من هم؟ قال لي وفات المشكل. كيفاش وفات المشكل؟ قتلوا مقتول وين وفات المشكل؟ هو توني. انا مروحين لتونس، نحن نقعدوا هوني. اي ومن بعديك وانا قاعد نمشي نصب ملك كملك في تونس. تو كان ترتاح الامور نرجع. انا قلت اسمع انا فول ما خلي نقعد اصحابنا وياك هكا. ما عادش عارفين. هديك ايش قلبك بعد اللي عملته كل معناه لا تتحب وانا اللي عملته مالا اللي عملته واللي ضحيت واللي قاسيت ودمومات وهم وصاهرة الليالي طول عندي ببيت والله حما خلى بلاصته مش نرمى مشان امبارح ديجا
لست فارغة. هذا أحمد أمين اللي كان يكره هكا مسكين في حالة بتعزيه قبل العذاب. يقول لك مش سهلة أو عشرة أو مية وملح وساكنين مبعثكم والهموم مبعثكم الحق متاع ربي مش سهلة حتى طار. واحد جاي للبيت هذا يقلت على صعبه باش يعمل انجستابل مش باش يجي ويلقى حياتي. قبل ما نعرفك كنت لبس عليا. سوني عندي من قدرت. يلا سوني شمدك من قدرت. حاجة فتاة اللي تستنى فيها من قدرت. على خير. لنحب. تعالوا نخليني نصدقه. ما تخليناش نقعد مع بعضنا كي ممكن كان جات كلمة نحبك تروح للخبز لا هو العالم بخير خذ مالي انت تحبني مش بالكلام بالفعل بالفعل اللي عملت الكل معناه ما عجبكش كنت باش تعيشني بفلوس المصنع ألقى خدمة باهية نتو مدار عائلة عن فوايات بفلوس حلال مرحبا اخرج منه الدومين هذاك كومبليتمون نظف حياتك وتون انتوراج وربي يعمل فيك نشوف قوة الحب نتاعك باش توصلك معايا زوم الكاميرا وريهم عيشة المتغرب في تونس فاكونس فيس بليز شوفوا لهنا كيفاش متعذب هذاك الكل في كفه وفي كفه كي تهز التليفون يقولوا لك روح بوك توفى